بعد أن أحرق جهاز الرنين الحلزوني على يد العابثين في المجمع الطبي الحكومي في أيمن مدينة الموصل، لم يبقى إلا جهاز واحد تم إنقاذه ونقله إلى الموقع البديل لمشفى ابن سينا التعليمي في أيسر المدينة. مستشفى ابن سينا الذي تضم أقسام مهمة جدا تغطي محافظة نينوى، قسم جراحة الجملة العصبية وطوارئ الباطنية، من الأساسيات عمل هذه الأقسام هو توفر جهاز الرنين والمفراس الحلزوني، حيث يساهم هذه الأجهزة في علاج ومتابعة المرضى بشكل دائم في مستشفانا. يوجد جهاز تم نقله من الجانب الأيمن إلى مستشفانا، ولكن هذا الجهاز يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل. أعتقد أنه توفير هذه الأجهزة يصب في مصلحة المرضى بشكل أساسي الآن وفي المستقبل. محافظة نينوى الأكبر بعد العاصمة بكثافتها السكانية باتت تفتقر لجهاز الرنين بعد أن كانت تمتلك في كل مستشفى فيها لجهازين أو ثلاث، والجهاز اليتيم الذي تبقى فيها يحتاج إلى أجزاء تكميلية ليتم تشغيله من جديد. حقيقة الآن نفتقر إلى هذه الأجهزة. المدينة يعني كان في السابق مستشفى واحدة تمتلك أقل شيء جهازين أو ثلاثة في كل مستشفى، الآن المدينة كاملة المستشفيات لا تمتلك هذه الأجهزة المهمة مثل المفراس أو الرنين. فصراحة نضطر حاليا أنه المريض نرسله إلى خارج مدينة الموصل حتى إجراء هذا الفحص. يعاني المواطن الموصلي من غلاء الفحوصات بأجهزة المفراس والرنين الأهلية للأسعار الباهظة التي تصل إلى ما يقارب $100، فهي عبء على المريض علاوة على مرضه. نتمنى نقول لك أن نشتغل، أنا أقول لك إحنا أقول لك عندنا ولد قبل 4/12 مدعوم شان، وجينا فترين على المستشفيات وما موجودة، قالوا لنا أكو أهلي، قالوا لنا رحنا قلنا لهم بيش، قالوا 100,000. 100,000 يعني بذاك الوقت، يعني إحنا لولا ما عندنا 100,000 يعني زحمة. يعني ستبقى المستشفيات الحكومية في محافظة نينوى رهينة للمعاناة والنقص الحاد بالأجهزة الطبية المهمة، مناشدة وزارة الصحة العراقية لمد يد العون ورفدها بالمستلزمات الضرورية لسد احتياجاتها. أحمد حديد من الموصل، قناة الرشيد.